معلمة كبيرة كبيرة أقول كبيرة في المديح وفي السماع، ولولاه لما كان هذا الفن قد انتشر والحمد لله قد ظهر أو ظهرت على يديه جماعة كبيرة من الشباب، وله الفضل كذلك في هذا الميدان، فهو ما زال يضحي فيه وما زال نبراسا للسماع وفن المديح. فالسي عبد الحميد الزواي صفق له بحرارة. وشكرا له ولأفراد الجوق كذلك. أندلسي. نعم. الأجمل الذي أتذكره مع سي حميد، نعم، وما زال حتى الساعة هو الوحيد المؤذن الوحيد الذي يشتغل على الأذان بمقام الموسيقي. الله أكبر. وكل المؤذنين في، نعم، مدينة العرائش، نعم، أقول كل يؤذنون على هواه، على مزاجهم تماما، في حين ان السي عبد الحميد يؤذن ضمن مقام موسيقي تماما مخصوص علمي في الرصد، في مقام الرصد. تماما، وهذا يحسب له.